السلام عليكم، معكم موزة. اليوم حابة اشرح لكم اماكن الكبسولات في هذا الماب. اليوم ماب اللافيفا كلاب، دخلنا طبعا برايفت مود. يلا نبدأ بسم الله مع بعض. اول مكان راح تحصلون اللي هو هنا الكبسولة الزرقاء الاولى، بعدين ننتقل زر سيدا، بعدين اللي في يسار راح تحصلونها قدامكم. هذه ثاني وحدة، ثالث وحدة نزير سيدة، نزير هالنفق الصغير الموجود هني، نكمل سيدة سيدة اللي في يمين، هذا قدامكم الثالث. بعدين نرد نفس المكان، نروح سيدة، بعدين ندخل هذا المكان ونلف كذا، نزير نلف سيدة، بعدين قد نصير سيدة، بعدين نلف يسار راح نحصل كبسولة الحمراء الخالصة. بعدين نرد بنفس المكان، ندخل هذه الغرفة اللي تونا دخلناها، بعدين نصير سيدة، نلف يمين، نصير سيدة، راح نحصل هني الكبسولة الخامسة، بعدين نكمل سيدة، نروح على النفق الأخضر، سيدة 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 سيدة، سيدة. بنحصل في هذه الغرفة الكبسولة. بعدين هني بنحسب هالغرفة الصغيرة اللي عبارة عن مسبح، راح نحصل الكبسولة هذي. بعد ما حصلنا على هاي الكبسولة نرد ورا، نصير سيدة صوب الشجرة تحصلونها هناك. هاي الكبسولة الصفراء. طبعا بعد ما خلصنا هذا المكان لازم ننزل الطابق الأول، فعشان يعني تردون سريع تسيرون هني. وصلنا، بعدين نسير سيدة، نلف هاي الغرفة، بعدين نلف يسار، نسير سيدة، بعدين نسير الحمامات عزكم الله، نحصل هذا قبل الأخيرة، الكبسولة اللي قبل الأخيرة، وآخر كبسولة راح نحصلها تحت الدرج. كذا خلصنا خلصنا ماكل كبسولة. ألقاكم إن شاء الله مقطع جاي، مع السلامة.